وفي كلمته خلال المؤتمر أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أن الرئيس السيسي كلف رئيس هيئة قناة السويس بتقديم جميع الحقائق للشعب المصري، وأشار إلى أن قناة السويس ذات سيادة مصرية وستظل مصرية. إن قناة السويس دي ستظل تحت السيادة المصرية، كانت مصرية والآن هي مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. دي قضية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للحوار وغير قابلة للتشكيك أو لإشاعة أي كلام بشأنها. ده الأمر. الأمر الثاني أن رئيس الدولة المصرية يعني رجل وطني من الطراز الأول بينتمي لمؤسسة عسكرية عظيمة، المؤسسة العسكرية دي اللي كانت بتفتدي كل شبر من أراضي سيناء بالأرواح وبالدماء، فليس متصورا ولا مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطني اللي حرر مصر من أشد مستعمر في تاريخها هيفرط في شبر واحد أو هيسمح بالتفريط في شبر واحد من